بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي النجوم الكبار كابتن سامع عرابي، كابتن علاء ميهوب، والكابتن علي عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. منور يا كابتن. منور كابتن. مبروك النادي الاهلي، مبروك للاعبين والجماهير والمجلس الاداره. مباراه كانت صعبه، ولكن النادي الاهلي دايما بيسهل المهام في اصعب الامور. حظ اوفر للنادي المقاول العرب، اتمنى ان شاء الله التوفيق لكل الانديه المصريه. قبل ما نروح للحكم محمود البنا، زي النهارده بنتكلم كابتن ايمن عندنا في التحكيم حاجه اسمها قراءه طرق ولعب واسلوب الفريقين. دي احنا دايما بنقولها لحكامنا، ازاي انك انت بقى انت عندك القراءه الجيده لهذه المباراه، يعني انت بتحضر نفسك ليها ازاي. انا النهارده محمود البنا باختصار شديد جدا قدر ان هو يبقى عنده قراءه كابتن احمد لهذه المباراه. احنا بنتكلم في تمركز دفاعي من الدقيقه الاولى لديها 76. هتقول لي طب وايه المشكله؟ اقول لك ليه تبقى احيانا بتعمل مشكله للحكام في الزحام الكبير جدا داخل الصندوق. كابتن احمد ممكن يولد اخطاء، ممكن يبقى في مشاكل كتيره جدا، محتاجه من الحكم التركيز، اليقظه والتمركز. كمان في حاجه مهمه جدا عشان انت تقدر تتمركز يا كابتن ايمن في الزحام دوت وتبقى خارج نطاق اللعب، دي مأمورية ما هي سهله. هنروح لطاقم التحكيم. كان محمود البنا الحكم دايما المتميز اللي احنا بنشيد بيه دايما، والنهارده هو كان هادي جدا، عنده ثقه بنفسه، كان عنده قراءه زي ما قلت لاسلوب لعب الفريقين. كان عندنا مساعد رقم واحد كان سامي هلهل منطقه القاهره، وايضا كان هاني خيري مساعد رقم اثنين، وكان عندنا الحكم الرابع عباس حسن، وعلى الفار حكم المتميز كان صبحي العمراوي والحكم ابراهيم محجوب. حالات كتيره جدا عندنا النهارده، لكن عندنا يمكن اهم الحالات هنجيبها كابتن ايمن، لكن خلينا نشوف الحالات التحكيميه اللي في الشوط الاولاني. هي اربع حالات، وفي الشوط الثاني كان في عندنا ثلاث حالات. نروح للحاله الاولى، حاله تسلل، ودي بحيي فيها الحكم مساعد رقم واحد. هنا لحظه التصويب، وهنا كابتن هنا مهم جدا، لو انت ما ربطتش كحكم مساعد ما بين لحظه التسديد، نمشي ونشوف هنا ارتدت راحت هذا اللاعب في موقف تسلل، وبالتالي هنا كان متداخل في اللعب. وهنا بحيي سامي هلهل ان هو ربط كويس قوي ما بين لحظه التمرير وما بين موقف التسلل. الحاله الثانيه، ونروح للحاله الثانيه. حاله من الحالات يمكن البنا خلى اللعب يتواصل، وانا شايف ان هنا في مخالفه كابتن اسامه. هنا اكرم توفيق هنا نجح في لعب الكره، وبالتالي الدخول بهذا الاسلوب كان يجب احتساب مخالفه. يمكن البنا تفاصيل الحاله ما كانتش عنده وهو خلى لعب يتواصل، لكن هنا شاف ان في مخالفه بالقدم وبالركبه، كان يجب احتساب مخالفه لصالح اكرم توفيق. الحاله اللي بعد كده نشوف الحاله دي مهمه جدا ايضا، التسلل نمشي نمشي نلاحظ اللاعب اللي هو كان في موقف التسلل هو اللي تدخل في اللعب كابتن، هو اللاعب المقاول العرب. شوف موقف التسلل في الاعاده اللي جايه، وانا هنلاحظ هنا ان اللاعب المقاول العرب كان في موقف تسلل ثم تدخل في اللعب، وبالتالي هنا كان هاني خيري جاهز بالرايه بتاعته. نروح للحاله اللي بعد كده، وهنا مطالبه باحتساب ركله الجزاء، ولكن هنا بنشوف هنا هل في مخالفه ولا هنا السقوط نتيجه اختلال التوازن كابتن علاء؟ انا شايف ان هنا لا توجد مخالفه، وان اختلال التوازن هنا والسقوط طبيعي جدا جدا، مفيش مخالفه من دفع المقاول. وهنا البنا هنا شوف نقف 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 هرجع بحكي ستوب. شوف كام لاعب كابتن انا بتكلم في منطقه الجزاء، دي منطقه صعبه جدا انك انت تتواجد، وممكن لو انت تواجدت غلط ممكن تخش في مسار اللعب. فانت بتتكلم في ايه؟ انك انت حكم بتركز وبتتابع اللعب وبتحاول تتفادى الكره وبتحاول تروح للمكان اللي هو يقدر يديك الزاويه اللي انت من خلالها تقدر تحدد المخالفه، كان هناك مخالفه ولا لا. هنا امر باستمرار اللعب ثم حسب ركله حره غير مباشره، نتيجه ان الكره هنا خاف طبعا هنا سلامه اللعيب. هنا كان ممكن اي لاعب هنا يتدخل ويرتكب مخالفه، هو هنا صفر باحتساب المخالفه وخلص الامور على طول باحتساب المخالفه كابتن ايمن. نروح للحاله اللي بعد كده. يلا، حالة من الحالات المهمة جدا جدا، نشوف وهنشوف الإعادة. ستوب، هرجع تاني كده. هنا
هاني خيري من الحكام الممتازين جدا كابتن ايمن، ولكن خلي بالك لا تامن غدر المباراه كابتن هاني. وانا بقول لك النهارده لازم يكون عندك توقع، زي ما بكلم على البنا عنده توقع، نشوف هاني خيري فين يا كابتن احمد، كابتن اسامه واقف غلط فين عشان تقول الكره عبرت بكاملها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه. لابد انك انت كحكم مساعد من فضلك يبقى عندك التوقع صح. يبقى انا هنا تقريبا هنا 6 7 يارده، انت كان يجب عليك هاني انك انت توصل هنا على الخط تمام كابتن عشان تقدر تحدد. طب النهارده لو ما كانش فيه الفار كان هيبقى هدف مؤثر في نتيجه المباراه. الفار النهارده انقذ الحكم المساعد هاني خيري، رغم ان بقول هاني خيري من الحكام المتميزين جدا، ولكن يا هاني من فضلك انت النهارده كحكم مساعد تتوقع لو انك انت تتوقع ان النهارده صلاح محسن استلم ومسدد مره واحده بتيجي تخش الهدف. وهنا انا بقول ان الفار النهارده صبحي العمراوي امتياز النهارده لان هو رجع. بس هو كابتن بعد اذن حضرتك، هو لو وصل لحد الرايه والخط ممكن القائم يبقى عائق لرؤيته للكره دي معاك، بس انا مش بوصل عشان خاطر اخلي القائم يغطي اللعبه، انا ممكن اخد نص خطوه يمين نص خطوه بالزبط. شمال هتبان يا كابتن اللعبه، ده القائم هو اللي يحدد لك الهدف. لا هو ممكن يشوش الكوره يا القائم، هي برضه صعبه، هو اللي يحدد لك جدا الهدف. هو كابتن ايمن بيتكلم على القائم القريب. أيوة القريب اللي ممكن يحجب الكره بالظبط كده، او ما يبانلكش هي مرت او عبرت او لا. ولكن انا بقول عندي الحلول يا كابتن ايمن. طبعا دي طبعا تقنيه المرمى ده موضوع تاني ممكن نتكلم في حلقه. في حاجه حل افضل، الساعات اللي بتتحسب بالظبط كده. يعني انت ليه بتدور على حكم يبص كره على من 100 يارده وبتاع ويقف غاليه بيقول لك تقنيه، والكره دي صعبه جدا على الفيسبوك، صعبه جدا. تقنيه غاليه، ايه غاليه دي يعني؟ التقنيه يا كابتن دوري مليار جنيه يا كابتن، غاليه ايه؟ غاليه يا كابتن اتفضل. كابتن احمد التقنيه غاليه لانك انت النهارده مش بتعمل بس اللي هي الموضوع، مش موضوع ساعه، الموضوع قائمين وعارضه، خلي بالك موضوع خطوط، لان هي الكره لما بتعبر هي بتعمل ايه؟ بتعمل ذبذبه او اشاره في الساعه بتاعت الحكم ان دي عبرت او ما عبرتش. دي كلها بتبقى تقنيه لابد ان هي تعديل على المرميين وعلى العارضه وعلى الكره وعلى حاجات كتير جدا. فاحنا خلينا نتكلم بس في التقنيه العاديه اللي احنا يعني يجب ان احنا نطورها. لسه بدري على التقنيه دي، نطورها بشكل افضل عشان نقدر ان احنا النهارده الفار ما يتاخرش فيه. ما ردتش عليا برضه، لسه بدري على التقنيه دي. لسه طبعا قدامنا شوية. يعني فتره في شويه شويه شويه. تاني بقول لهاني يعني هارد لك هاني. وهنا الفار هنا انقذ الحكم مساعد في الهدف، وهدف طبعا صحيح 100% لصلاح محسن. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف حاله مهمه جدا جدا كابتن بول دي. هاني هنا الايد، هرجع تاني هاني، انت هنا حكم مساعد وشاطر جدا جدا جدا. ستوب ارجع لحظه اللمس، المخالفه لمس الكره بالايد. هنا نمرر الكره ونشوف هنا الايد خرجت وكبرت حجم الجسم. دي واضحه جدا جدا يا هاني، لابد انك انت كان بس هاني ما رفعش الرايه. هو حظه حلو البنا. بص يا كابتن البنا فين؟ هو البنا ما خلاش النهارده فرصه النهارده ان في قرار يعدي منه، هو متواجد في الحدث وصفر على طول. صراحه كابتن بنا عمل مباراه ممتازه النهارده. انا بقول ده في اللعب اللي جاي بقى هنقول امتياز اكتر، مش اخطاء كمان يعني. بقول لهاني هنا كان يجب انك انت تتدخل بالقرار لان هي دي منطقه تعتبر تدي فيها الاخطاء. اخر حاله عندنا وحاله من الحالات مهمه جدا جدا جدا، وهقول لك ليه. ده الهدف، ارجع تاني. الكره دي عبرت ومشيت كتير جدا. ستوب ارجع، نرجع تاني معلش. بس ايوه، ماشي وقف، بس وقف. هنا حصل سقوط لاعب معمول يا كابتن علاء. اي حكم ياخد القرار السهل كابتن احمد. بس الكابتن محمود بقى كان قريب جدا من اللعبه. هقول لك وبالاخص النتيجه، هقول لك ليه. صح. اي حكم يستسهل، يعني ايه يستسهل؟ انا شايف في دخول، معرفش تفاصيل ايه، مين اللي نجح ومين اللي ما نجحش ومين اللي وقع منه. فاسهل حاجه هعمل ايه؟ هحسب مخالفه، خلص نفسي. شوف البنا فين، هنمشي بقى ونشوف. هنا اللي نجح في لعب الكره حمدي فتحي تماما، وهنا ادى اشاره بلاي اون واستمرار، ثم تنتقل الهجمه باص اثنين تروح لشريف يحيى الهدف. انا اقول الهدف دوت ساعد فيه البنا لانه كان ممكن قوي يصفر ويقتل اللعبه، وبالتالي كان خد القرار السهل. هو واقف في موقف سليم قوي. انا بحيي له النهارده كده، خلاه يشوف ان حمدي ولا لعب. موقفه السليم قوي هو اللي خلى شايف ان حمدي ولا بالظبط كده بالظبط كده. لو قلنا ان هو صفر النهارده كابتن احمد وقتل اللعبه تاني،
كان هيحرم من الاهلي من هدف صحيح 100%. لا وممكن تيجي جون فينا ما هي جابها هدف من الهدف فين؟ لا يعني يعني عاوز اقول ايه، كانت ممكن تبقى مخالفه ويجي منها، لكن هو قراءته والبحث عن التفاصيل الجميله اللي هو كان بيشتغل بيها النهارده، مباراه صعبه ولكن هو بهدوءه خبرته ثقته في نفسه النهارده اعطى يعني اعطى درس كبير جدا جدا للتحكيم في اداره مباراه من المباريات الصعبه جدا جدا. نتمنى توفيق للبنا مش بس هنا داخل مصر، نتمنى توفيق البنا وزملائه في داخل مصر وخارج مصر. كابتن ايمن شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم المتالق كالعاده كابتن نصر عباس. شكرا كابتن ايمن. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو.